ايه شو طالعون شغل غني بابا يا يين ولا سايرين قاعدين ولا ماشيين جالسين ولا رايحين يستح تستر اللي جنبك بيوت عوائل وعندهم حريم وعليكم السلام اخوي ابو سعد وكيف عرفت اسمي قريت اسمك على فاتورة الكهرباء جاي انذار نهائي بفصل التيار معاك اخوك حمود ياركم الجديد باني لي دور واحد على قدي تعرف غلا الاسعار وحركات المقاولين ويشرفني حضورك الليلة مسوي عشاء بهالمناسبة الا بسألك منو راعي السيارة الصفرة اللي البارحة عندك يا اخي هالشباب عليهم الوان غريبة هذا ولد أخوي إبراهيم المهم الوعد الليلة لا تنسى ويا ريت تعطيني أسماء وأرقام جيراننا هالشعبية أسوي لهم جروب واتساب وعزمهم مسموح يلي تعذر مسموح يلي السلام عليكم وعليكم السلام يا أخويي أنا من زمان ودي أسلم عليك بس أحس إنك أكشر وأخاف إنك تقول أكيد مصلحتي ويبغي شيء ومن هالسوالف وأنا ريال تراني أبني والبنى غالي الله يبارك لك أخوي زين دامنا الله يابك ترى العشاء عندي الليلة ولك هوا ويا العشاء قول تم ما عرفتونا على الريال بامبر وسامحنا يبنا ويانا بدون هزيمة ترى اللزقة وين ما نصير ويانا سامحوني يا جماعة أنا بستأذن لا يا أخوي لا إيلس البيت بيتك والمكان مكانك أفعليك وليش ما ضربت الإدار بلستر لنا الحين بنضربه بلستر إن شاء الله قريب بنضربه نعم بس تسمح الحالة المادية تعرف ما بكل شيء على الكيف ما كامل إلا وجه سبحاني الطيب وتعرف لا بس أنا البيوت الجديدة أصارخ فيها أجرب الصدع وهالبيت بننا حق الحرمة الأولى ولا الثانية الثانية خبلة أنا أتزوج الثانية أصلاً هاي للمعددين أنت حاريين ردوا عليه يا أبو سعد ويا أبو عنبر أنا لا 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 أنا ضد التعدد أصلاً كيف ما تراعي مشاعر زوجتك وهي تشوف غيرها تشاركها فيك طعنا في الظهر صدقتوا نعم نعم ها
لبستوا ضحك؟ أنا مطلق ثنتين وعلى ذمتي ثنتين هالحين. أنا متزوج أربعة وعندي ثنتين سبير يترين مكان شاغر. أنت قوي ما تخاف، معدد انتحاري. أنت أسد وحش، قلبك ميت. نعم ماكل دانجو، شو تحراني نفس هالأرانب، سكانهم حريمهم لا يعيوني. نعم أرانب ضعفاء جبناء انهزاميين يخافون من حريمهم. هني وبعدني وأنا أخو زينب قدام هالريايل، الشجاعة موجودة عندي، لكن وين الحريم؟ بنتي منيرة ما بنلقى أخير عنك يا أخ شمبين ناسبه، ريال وشنب الله يطول، ريال وحواجب الله يطول بعمرك. لا والله ابوي، سك التراب سك التراب، خله شنبي مكانه، خله برا الموضوع، لا تحشهم العيال وتلعوزنا وياها، ما فينا على صدعه. جبان صاحبكم جبان، ليتكم ما يبتوه وياكم بدون عزيمه. مو بهذا، هذا اللي جاي بدون عزيمه. السموحه يا ربع، انا بستاذن. بصراحه انا قررت اتزوج على الطفوح وانضم لركب الشجعان، والريال ما طلب مهر وايد، 10,000 درهم بس. شو بخصوصك انت يا مطنش؟ ثدييات ثدييات، مجموعة من البشر عايشة فقط للتكاثر. الزواج هذا الرباط المقدس بالنسبة لهم، مجرد كلام ميالس بس وعنتريات. جان جاك روسو يقول جان جاك روسو وهو فيلسوف سويسري عظيم، يقول الحقيقة، هو قال وايد أشياء عظيمة وحكيمة. دان جاك روسو، كرواسون، give me كرواسون بليز. وسعد وبعمبر ليش ما يو؟ الظاهر إنهم من الجبناء وأنا انخدعت فيهم، خلهم يولون. هاي مطنش شان بيطلع شنب وسواها. ها يا ولس بنتك الهضوية، ونعم الرجل أنت شامبي، وهو ما يسوى ظفرك يا وزنة. محشوم محشوم الله ليهينك. شو رايك نيوسك أخت منيرة الصغيرة دلال، عمرها 20. ومنيرة كم عمرها؟ 28. ما يستوي يا بدل. صدى صوتك اللي أطلقته أمس يا مطنش. أنت وقبلنا الخبال مالك عم ونستحي منه، هذا أبو الصدى بيستوي هدي لي. ثمنتاش تسعتاش عشرين واحد وعشرين. سامحني يا حمود، قبضتني عصبة بظهري وأنا مار من هني، ما لقيت اللي يدار بيتك أتعلق فيه ليه ما تفتش العصبة. ما بتصير، يلا يلا ساير يلا. متى؟ بعد ما تصير انت، ما تصير انت، انا ساير وراك. انا بعدني يالس شوي. في شوكه فريلي بطلع وبصير يعلى ما تظهر قلامين. يلا ساير ساير. خير؟ هلا عمي. هلا بالنسيب. ما يستوي ادفع 2000 زياده ونبدل؟ يا شامبي عيب، انت بتك باب بيت فيه بنات وبنص الليل، شو بيقولون عنا الجيران؟ صدقك انا الاسف، خلاص باكر من الصبح الغشبه
بيبا نتكلم في الموضوع. تصبحين على خير يا دلال. خير؟ كسرت الباب ب2005 هذه يا ولد الحلال. شو بغيت يا ينا هالحزة الله يهديك؟ شو قال لك شامبيه قبل شوي؟ لا يكون وافقت له على التبديل منه هكذا. عيب هذا الكلام يا مطنش. هذا اوردر نمبر وي مشان مدام منيرة. واها ساندويتش فلافل بالثوم والطهينية. هذا اوردر نمبر 2 مشان مدام دلال. تكلهم بالروب، كباب باذنجان، عرايس، جوانه، فتوش، تبولة. ومنو اللي طالب هالأكل؟ هذا أوردر سوي نفر اسم مال هو شامبي. يعني مدفوع؟ أيوة مدفوع. هو ما يسوي أوردر زيادة مشان بابا مال. الله سوري أنا إنسى. هذا أوردر نمبر 3 مشان بابا مال دلال. عصير أفوكادو بدون ثلج. يا سلام ييت في وقتك. امسح نص ظهري لو سمحت، ايدي ما توصل. ومتى النظرة الشرعية لدلول يا عمي؟ ممكن تحك على اليمين شوي، بعد يمين شوي، فوق شوي فوق، بعد ايوه هني. انا بشو ولا بشو؟ البنت شربت غاز وحاولت تنتحر من عرفة انك خطبتها، والحين حابسه نفسها في غرفتها. خلها تطلع وبتفاهم معاها. سر بيتكم الحين، سر ارقد. انت شو مرقدنك عند باب بيت عمي؟ البيت فيه بنات، تبغى تجيب لهم الرمزة؟ ها سك ترى الصغيرونة دلول خطيبتي ودفعت مهارها لابوها وياي عشان النظرة الشرعية. وين عمنا؟ اي عم اللي واعد الريايل ويشرد عنهم. منو انتو؟ شاربين شي من صباح الله خير؟ اي عم اللي يلبس هاف شرعي الخبلة اللي يضحك لتي. بابا الريال اللي دايما يرش الماي على اليدار. يرش ماي على اليدار؟ يزاه الله خير. حد لاقي حد يرش بيته ويقول لا؟ خاصة وان البنى صاير غالي، الرش تلقاه بألف وشوي. صدق كنت حاس؟ وإن شاء الله ما دفعت له المهر. إلا دفعت له، بس مو ب10,000 شراتك يا طمطمة، 8,000. كنت حاس أنه نصاب. شو رأيك بفيلم السهرة يا شاهين؟ عبدني النهاية، خاصة لما وفر البطل 2,000 درهم من المهر. بصراحة فيلم وايد حلو، يستاهل السهرة اللي سهرناها في متابعته ببلاش. لا يلعبون عليك بهالصدى يا ابو حلوم، تراه خدعة سينمائية. سايرين، انت خلصنا من جيلة موعد اللمة، قضينا وكلها قضينا، ما جدا قد السايرين.
بسمتها سو شير إياه سماويتها وارسم للدنيا بسمتها والفرحة ماشي.